إخواني متتبعي قناة مراد بيتيل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فرصة سعيدة نلتقي من جديد وحول موضوع يعني يهم بلادنا ويهم جيراننا. جيراننا يعني بالدرجة الأولى، علاش؟ لأن الآن في هذه اللحظة هذه المغرب ينتصر على ثلاثة ديال المستويات. المستوى الأول وهو أنه ينظم بطولة إفريقية لكرة اليد في مدينة العيون، وإفريقيا تعترف بأن العيون جزء لا يتجزأ من المملكة المغربية، ودول عربية اللي الجزائر يعني أمدتها بالمال وأغرتها بالمال تشارك في العيون، ألا وهي تونس وفريقين من يعني مصر العربية، ناهيك عن الدول الإفريقية اللي غرقتها الجزائر الفلوس باش تقول الصحراء ليست مغربية. وكاين ان ريكور في المشاركة، نون سولمون اون بارتيسيباسيون ولكن كاين ان ريكور، قريب 28 دولة غادي تشارك، فيها فرق نسائية وفرق رجالية. هذا من جهة، هذا نصر كبير. هذا راه غير الا ما بغاوش يعيقوا هذوك الناس اللي لهيه، هذا غير الا ما بغاش يعيق السي تبون وسي شنقريحة بلي انهم ils sont en train de couler، يغرقون. خصهم يتصنتوا الاغنية ديال السي عبد الحليم حافظ، اني اغرق وبغيت لكم الغرق. والنصر الثاني وهو انه عندما استجوبت اللاعبات التونسيات والمسؤولون التونسيون والمصريون عن الاجواء فقالوا اجواء رائعة، ترحاب رائع، استقبال رائع، لا علاقة له بالهمجية التي يتعرضون لها هناك في الجزائر، فرحانين ونشطين. ويظهر ذلك يعني على وشوشهم كما كيقولوا المصريين، بين لوجههم بأنهم فرحانين وناشطين. والقضية الثانية اللي هي تسيء إلى هذا الهمج للجزائر هو ما وقع للأخت التونسية دنيا التي تعرضت للتحرش، وعندما أرادت أن تأخذ حقها ذهبت عند الدرك الجزائري الذي أهانها، والدولة بأكملها أهانتها، فحكموا عليها بسنة نافذة سجنان، 48 ساعة قدوا لها الدوسي وصفتوها بسنة نافذة. ما بغوا يسمعوا لا المحامي ولا سيدي زكران. الشيء الثالث اللي يعني كما كنقولوا لا بول دو نيج ال غول اي ال في بوكو دو نيج، وهو ما وقع للفريق التونسي الذي تعرض للاعتداء، لا من طرف، سواء من طرف الجمهور او من طرف بعض المسؤولين في الجزائر. صاحبنا اللي تجوج به تبون سي سميتو سعيد ولا ما عرفت سعيد ولا ما عرفت هذاك ديال تونس، ميم لو نون ديالو ما كي جاري با لو روتونير تيلمون يلا اوكان رول tellement c'est une marionnette sa façon de parler. On a l'impression que c'est une poupée qui parle. On met la prise et puis elle commence à c'est quoi ça? C'est pas un chef d'état ça. Fino Bourguiba, fino Marjal, fino. T'es mis dans partout où elle est amenée. Injecté au mien. Il tient même pas sur place, hein. اللغة العربية الفصيحة زعما حتى هو سيبويه. إذن هنا الإخوان التونسيين أدركوا وبالإجماع ومن خلال يعني وسائل التواصل ديالهم أن المغرب هو البلد الذي يناسبهم، البلد الذي يتناسب مع عقليتهم، مع يعني تطورهم، مع يعني لباقتهم. أما هذيك البلاد اللي حداهم زع
زريبة. Une vraie, une vraie, une vraie forêt sauvage avec des bêtes sauvages. بهاد المعنى, بهاد المعنى. Y a pas d'autre chose à dire. كيفاش شافوا بنت تلفو توضرو بغاو ياكلوها بغاو ينهشوها ينهشونا لحماها. Mais c'est pas nouveau. Il paraît que واحد مجموعة ديال العيالات تعرضوا لهذا التحرش. Elles n'ont pas pu dire ça, les Anna, soi-disant, qui me chouit de faire le Jazair et tout ça. Tu vois ça? Redet le fait que ça te connaît. Tu connais un peu comme Rjel. Ou tu connais un peu comme Menbekri. Le saint d'elle comme Mabi. Fabarhino l'ana à l'anna comme tu vois ça. Aqha. Tu vois ça. Aqha. Et Allah, c'était à la baraka de Allah.